السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، والنهارده حلقة جديدة من دروس النحو، وهناخد النهارده الايه؟ الحال. اتعلمنا من اساتذتنا الكبار، ربنا يبارك في الجميع يا رب، ان الحال دايما منصوب. ركز في دي كويس، الحال دايما منصوب. والحال له شروط عشان نعرف ان هو حال. نعرف ان كلمة حال ازاي؟ أول حاجة بتيجي عن طريق جملة فعلية. الحال ما بيجيش من جملة اسمية، بيجي من جملة ايه؟ فعلية. جاء محمد مسرورا، جاء محمد مسرورا، يبقى اول حاجة بيجي عن طريق جملة ايه؟ جملة فعلية، جملة فعلية. طيب تاني حاجة ايه؟ تاني حاجة بيبقى نكرة وقابله اسم معرفة. يبقى أول شرط من شروط الحال بيجي من جملة إيه؟ فعلية. ماشي؟ ويبقى نكرة وقابله اسم إيه؟ معرفة. ودايما مسرور، دايما منصوب. محمد ده نكرة ولا معرفة؟ معرفة، لأنه اسم إنسان هو محمد. ماشي؟ طيب النكرة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي ما فيهاش ألف ولا، بس محمد ده ما فيهوش ألف ولا، بس محمد معرفة، علم. إنما الجندي في ألف ولا، يبقى الجندي ده معرفة، بعد منه كلمة نكرة منصوبة، وجاية عن طريق جملة فعلية، جاية من جملة إيه؟ جملة فعلية، جاية من جملة فعلية. طيب بيقول لي استخرج من القطعة حال. حال أنا عندي الحال يا حبايبي حال مفرد وحال جملة، وينقسم لجملة اسمية وجملة فعلية، وحال شبه جملة ظرف أو جر وإيه ومجرور، بالظبط نفس أنواع الخبر. في المرحلة الابتدائية الحال بنتكلم عليه حال مفرد. حال مفرد يعني كلمة واحدة بتيجي بعد علم أو بعد معرفة، وبتكون منصوبة، وجاية أصلا من جملة فعلية، جاية أصلا من جملة إيه؟ فعلية. ماشي؟ طيب بعرف إزاي؟ جاء، خد بالك أنا هعرف لك ده كله. طيب الحال بيجي إيه؟ ممكن يكون مفردا مفرد أو مثنى أو جمع، مفرد أو مثنى أو جمع. مسرور كلمة مفرد، لأن مسرور بيتكلم عن واحد بس فرحان أهو. منتصر كلمة واحدة أهي، برضه بيتكلم عن إيه؟ منتصر واحد فرد. ماشي؟ قوية بيتكلم عن دولة واحدة، مصر قوية. باكيا بيتكلم عن واحد بس هو المظلوم، واحد بس. عاد الولدان سعيدين، هنا بقى بيتكلم عن كلمة نكرة لكنها إيه؟ مثنى. كلمة نكرة لكنها إيه؟ مثنى. طب ودي صلى المسلمون خاشعين، صلى المسلمون خاشعين. خاشعين دي كلمة اهي ونكرة لكنها جمع، يبقى اذا الحال ممكن يجي مفرد او مثنى او ايه او جمع. متفقين على كده يا حبايبي؟ يبقى الحال دايما منصوب، بيجي من جملة فعلية، بيجي نكرة قبليه معرفة. ماشي؟ ممكن يجي مفردا او مثنى او جمع. نعرف بقى الايه؟ الجمل دي. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، جاء فعل ماضي مبني على الفتح. جاء مين اللي جه يا حبايبي؟ محمد، يبقى هو الفاعل، يبقى محمد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضمه. طب يعني ايه الضمتين؟ ما هي الضمتين هي ضمه ولا برضه؟ التنوين بالضم هو نفسه الضم، والتنوين بالفتح هو نفس الفتح. يبقى جاء محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامه رفعه، ما قلش علامه رفعه التنوين، لا علامه رفعه الضم. مسرورا كيف جاء محمد؟ انا هعرف الحال ازاي بقى؟ جمله فعليه فعل جه بعد منه اسم معرفة. ماشي؟ بعد منه اسم برضو ايه؟ نكرة. جاء محمد،
هحط كلمة كيف جاء، كيف قبل كلمة قبل جاء دي، كيف، كيف جاء محمد، جه ازاي يعني، جه محمد، جه محمد، جه محمد جه ازاي يا حبايبي؟ اه ده جاي فرحان خالص، ده سعيد، جاء محمد مسرورا، يبقى مسرورا دي حال منصوب، حال ايه؟ واحنا قلنا الحال دايما ايه؟ منصوب. حضر الجندي، كيف حضر الجندي؟ جه ازاي؟ جاي اخباره ايه يعني؟ اه العسكري جه، العسكري جاي ايه يعني؟ جاي ايه؟ جاء، هل جاء مسرعا؟ هل جاء حزينا؟ هل جاء فرحا؟ هل جاء منتصرا؟ يبقى نحط هنا ايه؟ كيف، كيف حضر. يبقى عشان اعرف الحال احط قبل الفعل كلمة كيف، واقول ما ينفعش اقول كيف جاء محمد مسرورا، ما انا خلاص ما انا حليت كده، لا، كيف جاء محمد؟ جه ازاي؟ اخباره ايه يعني؟ زي ما نقول لك ايه؟ اخبارك ايه؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ عندنا البدو يقول لك ايه؟ كيف حالك يا راجل؟ ماشي؟ طيب، هنا بيقول لك ايه؟ كيف حالك؟ كيف جاء محمد؟ جه ازاي؟ جاء مسرورا، يبقى مسرورا دي ايه؟ حال. كيف حضر الجندي؟ حضر ازاي؟ اخباره ايه يعني؟ منتصرا. رأيت مصر، رأيت مصر، هنعرف دي. رأيت، احنا قلنا لما التاء الضمير اللي عليه ضمة يلحق بالفعل أصبحت الفعل ده بقى عبارة عن فعل وإيه؟ وفاعل، فعل وإيه؟ وفاعل، يبقى رأيت يعني أنا اللي شفت. فأنا بقول رأى بس، رأى، رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل. احنا بنعرف جملة جملة أهو. رأيت، يبقى رأى دي فعل ودي ايه؟ فاعل. رأيت، شفت ايه؟ ماذا رأيت؟ رأيت مصر، مصر، يبقى مصر دي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. رأيت مصر قوية، رأيت مصر ايه؟ قوية، ماشي؟ رأيت مصر قوية. طيب، رأيت مصر قوية، رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، مصر مفعول به منصوب بالفتحة، قوية حال. حال ليه؟ لأن انطبق عليه كل الشروط. أول حاجة جاية من جملة فعلية، تاني حاجة قبل الكلمة كلمة علم معرفة يعني، تاني حاجة الكلمة نكرة ومنصوبة، أربع حاجات أعرف لو انطبقوا على الكلمة أعرف إن الكلمة دي حال. أقبل المظلوم، أقبل المظلوم، كيف أقبل المظلوم؟ المظلوم أنا شفته جاي أهو، جاي إزاي يعني؟ فرحا، لا طبعا ده مظلوم، باكيا، اتظلم، باكيا، يبقى باكيا عارفها إيه؟ حال منصوب، حال إيه؟ منصوب. يبقى استخراج الحال يا حبايبي من قلب القطعة بكل سهولة، أطبق الأربع شروط بتوعي اللي هم أول حاجة الحال دايما منصوب، تاني حاجة الحال بيجي من جملة فعلية، تالت حاجة، تالت حاجة الحال بيجي من جملة فعلية، تالت حاجة إن الحال نكرة، كلمة نكرة قبلها كلمة إيه؟ معرفة، ماشي؟ رابع حاجة بيجي منصوب، ماشي؟ يبقى أنا إيه؟ شفت الحاجات دي كلها، أطبق الأربع شروط أعرف إن الكلمة ديت إيه؟ حال. طيب، إحنا قلنا الحال ممكن يجي مفرد أو مثنى، مثنى أو جمع. مثنى يعني كلمة واحدة برضو، احنا قلنا الحال في أربع حالات، حال مفرد وحال جملة، جملة، جملة اسمية وجملة فعلية، بس ده ثالثة إعدادي. حال شبه جملة، جر ومجرور أو ظرف. احنا بنتكلم في الحال المفرد اللي هو على الابتدائي دلوقتي. عاد، رجع أهو، مين اللي رجع؟ الولدان، الولدان، الولدان دي ما قلتش عاد الولدين، ما قلتش عاد الولدين ليه؟ عاد فعل ماضي، اللي يجي بعد منه فاعل، واحنا قلنا الفاعل دايما مرفوع، الفاعل دايما ايه؟ مرفوع، والرفع عندي بالضم أو بالألف أو بالواو. رفع بالضم إذا كان مفرد أو جمع إيه؟ تكسير. إذا كانت الكلمة مفرد بيتكلم عن الاثنين أهو بقى، إذا كان عاد الولد، لو قال عاد الولد يبقى مرفوع بالضم، عاد الولدان، الولدان دول مثنى أهو، يبقى يرفع بالألف. يبقى الفاعل دايما مرفوع، الفاعل دايما إيه؟ مرفوع، ويرفع بالواو إذا جاء إيه؟ جمع مذكر سالم، عاد المهندسون، المعلمون. ماشي؟
من هنا بنقول بقى نعرف دي بقى عاد الولدان سعيدين 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 اتنين هم ماشي. عاد فعل ماضي، الولدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. ليه؟ عشان هو مثنى ماشي. سعيدين كيف عاد الولدين؟ عادوا ازاي؟ رجعوا ازاي؟ زعلانين يعني ولا مبسوطين ولا ايه؟ لا سعيدين. يبقى سعيدين دي هي الحال، والحال هنا منصوب وعلامة نصبه مش الفتح. الفتحة لو كان مفرد منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الياء، وعلامة نصبه الايه؟ الياء. طب تمام. صلى المسلمون خاشعين. صلى ما ينفعش اقول المسلمين، لسه بنتكلم اهو. صلى فعل ماضي، الفعل بيجي بعد منه فاعل. طب الفاعل لازم يكون مرفوع يا بالالف يا بالضمه يا بالواو. هنا مرفوع بالواو. مرفوع بالواو ليه؟ لانه هو جمع مذكر ايه؟ سالم. صلى المسلمون خاشعين. صلى فعل ماضي، المسلمون فاعل مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. واللي ما حضرش حلقه جمع مذكر سالم يرجع لها في الايه؟ في الفيديوهات اللي قبل كده. خاشعين، خاشع ما ينفعش اقول خاشعين، خاشعين بيتكلم عن اثنين، انما خاشعين. خاشعين نقول عليها ايه بقى؟ دي حال منصوب وعلامه نصبه برضو ايه؟ الياء. حال منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الياء. يبقى بسهوله خالص اقدر اطلع الحال من اي قطعه. اول حاجه الحال دايما منصوب، ثاني حاجه الحال بياتي من جمله فعليه من فعل. الحال نكره، واللي قبل الحال لازم يكون اسم معرفة أو علم ماشي؟ خلاص؟ بالشكل ده أعرف أجيب الحال، ولو حطيت كلمة كيف قبل الفعل هعرف إيه؟ بسهولة أجيب الحال. كيف جاء محمد؟ مسرورا. كيف حضر الجندي؟ منتصرا. كيف رأيت مصر؟ رأيت شفتها إزاي يعني؟ قوية. كيف أقبل المظلوم؟ باكيا. يبقى كلمة كيف بتحدد لي إذا كانت الكلمة اللي بعد العالم ده حال ولا مش حال. وإلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.